حادث الطائرة الذي راح ضحيته أكثر من 250 شهيد إثر سقوط الطائرة العسكرية عند محيط مطار بوفاريك، بينهم الجندي والضابط والطبيب العسكري وأفراد من عائلتهم، الطيار ومراقب الطائرة وباقي المساعدين. الطائرة العسكرية من نوع أليوشين سقطت في حدود الساعة 7:50 صباح أمس بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مدرجي المطار باتجاه بشار ثم تندوف. وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحداد الوطني لمدة 3 أيام وصلاة الغائب على أرواحهم الطاهرة.